لسه بتكلم بقول ان في حراك لمنتخباتنا الوطنيه، منتخب الشباب والناشئين والمنتخب الاول. شايف هبدا معاك اولا بمنتخبنا الوطني، ان شاء الله ليسافر بسلامه الله الى دوله الكويت الشقيقه لملاقات منتخب بلجيكا ان شاء الله يوم 18 نوفمبر. يعني المردود الايجابي من معسكر منتخبنا الوطني في شهر نوفمبر داخليا وخارجيا؟ هو اكيد طبعا تجربه تبقى قويه جدا، يعني انا شايف تجربه مفيده جدا، بالذات المنتخب بلجيكا يلعب طبعا في كاس العالم، فعنده بروفه قويه اللي هو هيلعب المنتخب المصري ومعاه في نفس المجموعه، يعني نفس الاسلوب او نفس المدرسه اللي هي المنتخب العربي اللي هيقابله في المجموعه بتاعته. فشايف اللي هو الماتش يعني هيكون قوي جدا. اكيد فيتوريا الفتره اللي فاتت المستوى اللي كان موجود الماتشين حتى لعبها في اسكندريه مش اقوياء او مش نفس القوه اللي احنا بنتكلم عليها. اكيد الماتش اللي جاي دوت هيفرق معاه بشكل كبير جدا، اللي هو يشوف القوام الاساسي اللي هو موجود اللي هيشتغل بيه الفتره اللي جايه. وانا شايف القوام الاساسي للمنتخب معروف، يعني في ناس لعيبه كتير اماكن معينه محجوزه يعني باسم لعيبه معينه ما فيش اختلاف عليها. الاماكن الثانيه اللي هي فيها تذبذب شويه او فيها مشاكل شويه، هو الراجل بيحاول يحط ايده عليها. يعني احنا شفنا حتى في الاختيارات، يعني انا شايف في ناس كتير كانت استبعدت بشكل مؤثر، في لعيبه مميزه موجوده وفي لعيبه في الدوري المصري عندها فرصه بشكل كويس. اتفضل يا كابتن. فعشان كده بقول لك هي النقطه كلها في الاختلاف ده، زي ما انت قلت. يعني انا مستغرب جدا من مثلا كريم فؤاد ليه ما بقاش موجود. انا لسه من شويه بقول ان كريم فؤاد لما كان يعني في النادي الاهلي ما بيلعبش كان معاه في المنتخب. كريم فؤاد بعد اداء في ماتش السوبر واداء بعد كده في الدوري العام المصري عامل اداء ولا اروع، استبعده برضو. اكيد برضو هي وجهات نظر وهي وجهات تحترم من المدير الفني. برضك عباد، بس انا عايز اقول لك على حاجه، اللي احنا لازم برضك نحترم كل وجهه نظر وكل حاجه، بس انا بتكلم في الفتره اللي ما كانش بيشارك فيها بشكل اساسي. الراجل ضمه، يعني انت كده مقتنع بيه والراجل شغال بشكل كويس دلوقتي في عز تالقه، اطلعه ولا ادخله تاني؟ طبعا يبقى متواجد. هو تواجد وادي له الباور وادي له القوه، اللي هو خلاص راجل انا العامل النفسي بالنسبه له بقى احسن للي جاي بعد كده بعد ما يرجع للدوري. برافو عليك، ادي دي نقطه. انت مثلا انا بتكلم في نقطه ثانيه، زي مثلا يعني انا شايف لعيبه مستقبل يعني دخلت المنتخب ما كانتش بتشارك مع الانديه بتاعتها، يعني في نماذج كتير. يعني مثلا عندك عبد الله جمعه، عندك كذا، يعني عندك كتير. يعني نقول مثلا محمد صبحي ماشي عشان راجل حارس مرمى، بس احنا بنتكلم في لعيبه كتير ما كانتش بتشارك بصفه اساسيه مع الانديه بتاعتها لانها متفقه تواجد. طب ما انت كده في ظلم للناس الثانيه الموجوده في الدوري المصري اللي هي بشكل. طيب هنقول المدير الفني اختار واختياراته هي النافذه او اختياراته تحترم، كيف يستفيد من هؤلاء اللاعبين في مباراه بلجيكا يوم 18 على ملعب الشيخ جابر الله يرحمه في دوله الكويت؟ اكيد طبعا انا شايف ان لازم نشوف تجربه قويه جدا، عايزين ناخدها بشكل جدي، ناخدها بشكل مميز. اللعيبه اللي هتبدا بالشغل بشكل او الطريقه بتاعته، انت اول خلي بالك بس اول طريقه، يعني اول ماتش قوي او منتخب، يعني منتخب ليه وضعه وليه احترامه وليه قوته وعنده منتخب مشارك كاس العالم، فانا اول تجربه قويه. فلازم نشوف بقى هيبان بقى اللعيب اللي هو تحت تاثير الضغط والقوه الانديه الثانيه اللي هي المنتخبات الثانيه، هيبان بقى اللعيب المميز اللي يقدر يشيل معاه، واللعيب اللي مش هيقدر هيبقى فيه صعوبه شويه. فانا شايف اللي اتمنى ان شاء الله تبقى تجربه كويسه نقدر نستفاد منها، يعني احنا عايزين نستفاد منها باكبر قدر. يعني طيب حضرتك قلت ان التجربتين الوديتين اللي اقيموا في الاسكندريه ما كانوش هم على مستوى قوه مباراه بلجيكا، لعب بطريقه معينه، لعب بتشكيل معين، كيف ترى تشكيل منتخب مصر امام الفريق القوي وهو منتخب بلجيكا؟ لا انا شايف تشكيله هو اكيد هيعمل، هيبقى عنده فيه لعيبه كتير. هو في يعني تشكيل احمد ابو مسلم. نعم تشكيل ابو مسلم. لا هو التشكيل انت عندك يعني محمد شناوي ما فيش اختلاف طبعا، الشناوي انت عندك ما عندكش اختلاف عليه. عندك اكرم توفيق طبعا ما فيش مشكله في النقطه ديت، اكرم توفيق. هو انا شايف برضك في متهيألي حجازي موجود برضك، يعني انا عارف ان حجازي موجود صح؟ حجازي موجود طبعا، بس عبد المنعم طبعا مش موجود عشان الاصابه اللي كانت عامله. الاصابه عبد المنعم فالسيرد باك الثاني انا شايف برضك السيرد باك الثاني مش شايف، ممكن يكون باهر محمدي، متهيألي ممكن يكون حط باهر محمدي اللي ناحيه الشمال. ما اكيد ما يعني انا شايف حسين السيد صح؟ باهر خرج على فكره جاله اصابه. حسين السيد؟ باهر خرج. باهر خرج؟ ما انت عندك مشكله في الحته اللي ورا، ما فيش حد عند ثاني، مين ثاني الموجود؟ لا موجود قايمه ما شاء الله، يعني موجود قايمه محترمه. ما اكيد طبعا بقول لك في برضك في ناس في اماكن معينه عنده مشاكل فيها، يعني ناحيه الشمال لو حسين سيد موجود او محمد حمدي، يعني حد من الاثنين. يعني انا شايف حسين سيد الفتره اللي فاتت ماشي بشكل مميز جدا في الدوري المصري لو بتتكلم، يعني في موجود اسامه جلال برضو لعيب من اللاعبين الواعدين اللي ممكن الفتره الجايه. كابتن احمد احنا معانا وانت معانا على الهوا الشناوي، محمد الشناوي، احمد الشناوي وعواد
عمر جابر، اكرم توفيق، احمد حجازي، علي جبر، اسامه جلال، محمود علاء، محمد حمدي، حسين السيد، خط الوسط طارق حامد، حمدي فتحي، النني، عاشور، محمود حماده، محمد مجدي قفشه، احمد سيد زيزو، طاهر محمد طاهر، محمود حسن تريزيجيه، محمد صلاح، مرموش طبعا اصيب، مصطفى محمد، واحمد حسن كوكا. ايوه ما هو يعني احنا قلنا اللي وراه ما هو اكيد محمود علاء ممكن يكون هو الموجود يعني محمود علاء ممكن او انا شايف محمود علاء هو الموجود بصفه كبيره يعني بخبراته يعني خبراته يعني موجود فيها. الشمال هيبقى ممكن حسين السيد ممكن يكون شغال فيها. انا شايف حسين السيد الفتره اللي فاتت رايح حسين السيد بقى له فتره في الدوري شغال بشكل كويس جدا مع المصري بس الراجل هو دماغه الفتره اللي فاتت يعني هو محمد حمدي كان معاه بقى له معسكرين فممكن محمد حمدي هو اللي يشتغل. هيبقى عندك في نص الملعب انا شايف ان النني هيبتدي بشكل كويس النني انا شايف ان النني مفيش غنى عنه يعني النني وحمدي فتحي الاثنين الموجودين وانا شايف اللي ممكن يعني ممكن يحط مثلا الحته اللي قدام النادي قفشه قدامهم يبقى يلعبوا ثلاثه في نص الملعب. هتلعب بالناحيه الثانيه محمد صلاح طبعا وطاهر محمد طاهر وراس حربه مصطفى محمد. يعني اكيد هو ده التشكيل وهو يبقى عنده الاختيارات وعنده التغييرات بس اكيد برضه هيبقى في دعم معنوي كبير جدا هو الجماهير الموجوده في دوله الكويت الشقيقه. اعتقد ان هم الملعب هيبقى مليان يعني عن اخره زي ما بيقولوا وده يبقى برضه دافع قوي لاداء مردود كويس. نتمنى والله بس نتمنى ان شاء الله تجربه كويسه لمنتخب مصر ونتمنى ان شاء الله نشوف اداء مميز يرضي طموحه ويرضي الشارع المصري. الفتره اللي فاتت في اداء مميز بس ما فيش نتائج يعني زي ما احنا شفنا يعني كاس العالم وكاس الامم الافريقيه فنتمنى ان شاء الله تبقى فيها قويه للمنتخب ان شاء الله. كابتن احمد ابو سلم نجم النادي الاهلي ومنتخبنا الوطني بشكرك شكرا جزيلا.